خزعبلات لليوم. هلا انا ما بقدرش امنع المريض انه ياكل برتقانه. يعني مريض اجى قال لك انا بدي اكل تفاحه، انا بدي اكل برتقانه، هي كلها هي مفيده لصحه الجسم، لكن هل هي مفيده للمفاصل او للغضاريف؟ كله على كله نظام صحي متناسب متعادل. نعم. متوازي. نعم. حيكون فيه صحة. بدي أخذ كمان اتصال معنا من السعودية عشان ما نطول عليكم. تفضل أنت على الهواء، تفضلي. ألو، مساء الخير دكتور محمد. أهلا، مساء النور، مين معي؟ نورك، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بألف خير يا رب. أم خالد إن شاء الله طيب، الله يرضى عليك ويحنن عليك ويسر أمرك وأمر الدكتور. يا رب الله يخليك يا رب. تسلمي، ويجازيكم خير يا الله. الله يخليك، ميزان حسناتكم يا رب. شكرا. تفضلي أم خالد. سيرتكم حبيبي، الله يرضى عليك ويحنن عليك. الله يخليك ويسر أمرك. أبغى أسأل الدكتور، أنا فضلي. أحس رجولي الله يكرمك زي الحجار من تحت. أنا عندي السكر على فكرة، يعني زي الحجار، ساعات ما أقدر أدعس عليها وساعات أحس يعني زي الحجار، زي الحجار كده كل رجولي. أي, 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 منطق، أي منطقة؟ هل أنت الأقدام ولا الركب ولا الساق؟ الكعب؟ كعبك؟ لا، أقول كعب أبويا، من قدام، من عند أصابعي إلين ورا يعني. نعم. أكثر شيء عند الأصابع يعني. عند الأصابع. أدي صار للسكري؟ إيوة. عندك سكري أدي صار سكري؟ والله حبيبي مخليتها على الله، أنا أقول لك موتة موتة. الله الله يعطيك الصحة والعمر. لا إحنا يا رب احنا بنسال. مهم انت حكيتي عن موضوع السكري وهو موضوع مرتبط. قد ايه صار للسكري عندك، وهل هو السكري منتظم او غير منتظم؟ انا الي زمان يا حبيبي، انا اكتشفته في المانيا قبل كم سنه، ما ادري 10-12 سنة، ما ادري. ومنتظم ولا غير منتظم؟ منتظم، يعني انت بتديري بالك، بتبعدي عن النشويات والسكر. اول كنت اخذ انسولين حبيبي، سامعني أبويا؟ آه. نعم نعم سامعينك. نعم. بعدين أنا صرت في غيبوبة، تجيني كده ساعات ما أدري عن نفسي، وما في غير أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأطلع بس كده تسمع مني كده وما أدري عن نفسي. اسم الله عليك. اسمع، وكده وبعدين جابوا لي الدكتور والإسعاف على البيت، قال لي خلاص لا تاخذ الأنسولين. نعم. أعطاني علاجات يعني حبوب. نعم. نعم. كان عم يعملك يمكن حبوب السكر. نعم. للسكر وكده. بس عندي جهاز حبيبي، لكن والله ما أحب أكشف. نعم. نعم. لا، ما هو لابد ما انك تكشفي عشان نعرف قد ايه السكر التراكمي. السكر التراكمي وتاثيره على العظم وعلى الاعصاب شيء مهم، وهلا ان شاء الله رح نقدر، اذا قدرنا ان شاء الله رح نجاوبك. لازم تكشفي حبيبي، الله يرضى عليك ان شاء الله. بنجاوبك على السؤال ان شاء الله. الله يخليك يا رب. اهلا وسهلا. معنا كمان اتصال. عماد خليفات، تفضل. عماد انت على الهواء. عماد الو، اهلا وسهلا، تفضل يا عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير يا سيدي. وانت بألف خير يا رب، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. في عندي أنا مشكلة، أنه الله يسعدك، هلا في عندي من الورك لعند أسفل القدم من تحت وجع قوي. يعني صورت قبل هالمرة قالوا لي ما في شيء. والحكي هذا وين بصير؟ لما أنام بالليل واجب بدي أمشي على إجري، خاصة من طاقة الكعب، ما بقدر أمشي إلا بعد يعني 10-15 خطوة بس تتحسن المشي. نعم. عندي. طيب قدي صار له هذا الشيء عم بيصير معك؟ قدي صار له؟ والله صار له فيه حوالي 4-5 شهور. 4-5 شهور. حوالي 4-5 شهور، وطبعا. نعم. أنا عندي سكري. نعم. آلام بأسفل الظهر في عندك سيد عماد؟ سيد عماد. نعم. في عندك ألم بأسفل الظهر؟ نعم. نعم. وبينزل على خدران أو نمنمة بالرجلين فيه؟ خدران في عندك؟ هو زي وجع قوي بأسفل كعب الإجر من تحت. نعم نعم، وصلت إن شاء الله. لما بنام على جهة اليمين، لما بقوم بدي مثلا من الفراش بدي أمشي، ما بقدر أمشي بسرعة. واضحة وضحت، وإن شاء الله بنجاوب على السؤال. هلأ بنجاوبك سيد عماد إن شاء الله. طيب أول إشي دكتور، عشان ما نطول على السادة المشاهدين، نرجع لموضوع الحلقة. أم خالد بتقول إنها عندها سكري وبتحس. نعم. لما تمشي على رجليها مثل الحجار من قدام. نعم. أسفل القدم عند الأصابع. نعم. هلأ موضوع ألام الأقدام وتواجبه مع
مرض السكري أهم سؤال إن نسأل المريض، شو العلاج اللي بتاخده وقدي السكري عندك صار له وهل هو منتظم ولا غير منتظم. معروف إنه ارتفاع سكر نسبة السكر في الدم على مدى طويل بتأدي إلى ترسب السكر، عشان بسطها بطريقة مبسطة للمشاهدين أو للأخت اللي اتصلت، بتأدي لترسبات السكر موجودة حوالين الأوعية الدموية وحوالين الأعصاب، وبالعادة بتكون هاي بالأقدام وبالكفوف. أوكي، فبالتالي هاي بتأدي لألام مزمنة عند هدول المرضى. مزمنة يعني نعم، حتضل لفترات طويلة. في إلها علاجات، الآن إحنا ما بنقدر نشيل السكر اللي ترسب على هاي المناطق، ففي إلها علاجات على أساس لتخفيف الألم، لكن إن نقدر إنه إحنا نشيل السكر اللي ترسب بالأوعية الدموية أو حوالين الأعصاب المغذية لهاي المناطق بتصير كأنها متهيجة، فبالتالي بتصير مع الحركة بتزيد الألم. في مجال أنها تخلص من هاي الحالة؟ في علاجات معينة مغذية للأعصاب، منها الجابابنتين الاسم العلمي تاعه، عيارة 300 بتاخد مرة باليوم وقت النوم، بالإضافة للبي 12، هدول ممكن يساعدوا المرضى اللي عندهم سكر اللي عندهم ألم بالمفاصل. البي 12 بيشتغل على الأعصاب؟ نعم أكيد بغذي الأعصاب. طيب أوكي. أم خالد، إحنا برضو أتوقع دكتور من الصحة أنه تستشيري أخصائي جراحة عظام ومفاصل. وتاخدي أكثر من استشارة. أنا قلت بالحلقات الماضية نصحتكم تشوفوا أخصائي، الفحص السريري ضروري، ما بيكفي الحكي، وأكثر من استشارة صحية إن شاء الله بتاخدوا 10، وما بيزعل الأطباء، واللي بيزعل يعني لا حول ولا قوة، يعني هذا إحنا اللي بننصح فيه. هو بحياته الطب ما كان استعراض رجل واحد، هو دائما فريق، عمل فريق، تيمورك دائما، ومشدد عليها. عماد خليفات، من الورك إلى أسفل القدم ألم، خصوصا بعد الاستيقاظ من النوم. هل السيد عماد خليفات في عنده مشكلتين على ما يبدو؟ المشكلة الأولى وهي ديسك أو انزلاق غضروفي في أسفل الظهر ضاغط على العصب، فبالتالي العصب هو بينزل شبه سلك الكهرباء، بينزل من أسفل الظهر بيوصل لأسفل القدم. هاي المشكلة الرئيسية. علاج الديسك طبعا موضوع طويل جدا، بس بشكل عام توقع انه يكون عرق النساء مثلا السياتيكا، اللي هو بالعامي بسموه عرق النساء او السياتيكا، كلياتهم اسماء يعني لتشخيص واحد. ديسك، انزلاق غضروفي، خلجه، كل الناس ضغط على العصب، هذا المشكله الاولى. المشكله الثانيه هو ضغط على العصب النسوي، صح؟ نعم، هو نعم، اسمه النسوي نعم، عشان هيك بسموه عرق النساء. ما بعرفش من وين اجت كلمه النسوي صراحه، بس اتوقع هيك. نعم. والمشكله الثانيه هو عنده تهيج ببطانه الكاحل اللي هي اسمها العلمي بلانتر فيشيايتس. هذا المريض بيواجه صعوبه بالدعس على القدم اول ما يصحى من النوم، او اللي بيكون شغله مثلا مكتبي بيكون قاعد على الكمبيوتر او على المكتب 4-5 ساعات، بعد هيك بيلاقي حاله انه لما يجي بده يدعس اولها بيكون في عنده آلام. ليش؟ بطانه القدم بتكون هي نفسها فيها تهيج. اوكي، أنا فلما هيك بعد ما اتدرب بس اروح على الجيم وراها بضل ايام احس يعني. نعم، لانه بطانه القدم بكون فيها تهيج، فبتكون هي مرتاحه، اول ما انت بتدعس عليها بكون فيها تهيج، بكون بالكعب نفس الكعب في إشي اسمه منقار عظمي او مسمار عظم. هذا بيصير بيضغط على بطانه الكعب فبيؤدي لهذا الالم. اذا ما في مسمار عظمي، حتى احيانا ما بكون في مسمار عظمي، بكون في تهيج ببطانه الكعب نفس الانسجه ما بين طريق العلاج والعظم. نعم، هاي نعم، اللحمة اللي نعم، هون نعم، بتكون متهيجة. نعم، فهاي طريقة علاجها، انه بننصح المريض انه يحط ثلج على القدم تاعته، والناس تستهين بالثلج ربع ساعة مرتين او ثلاث مرات باليوم، بالاضافة لتمارين الستريتشنج اكسرسايز، بيمسك مشط الرجل بمنديل بشماغ باي شيء بده اياه وهو متمدد، وبيحاول يشده لحد عنده. نعم، أوكي، بشد لحد عنده بحيث انه يسوي استطالة، بالاضافة ياخذ نوع من انواع المسكنات ومضادات التهيج اللي هي الفولترين او بروفين، عيار 50 الفولترين 3 مرات باليوم، أو بروفين 400 3 مرات باليوم. وسلامتهم جميع المتصلين، ولو إنه ولا حدا فيهم اتصل بموضوع هشاشة العظام. مش مشكلة، إحنا موجودين عشان نخدمكم بعيوننا إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله حنكملكم عن هشاشة العظام، وإذا بدكم تسألونا عن هشاشة العظام وغيره ما دام له علاقة بالعظام نقدر نجاوب كل يوم إن شاء الله. وغير مواضيع على وقتها. فاصل ونعود أطباء على الهواء.
عن الاسباب اللي بنقدر نعمل. اهلا وسهلا فيكم، عدنا لكم من جديد. لسه كنا عم نحكي انا والدكتور محمد، بدنا نتبع وين وقفنا بهشاشه العظام. نعم. احنا وقفنا عند هل هو اكثر بالنساء او الرجال، وقفنا عند العمر انه مع كبر. نعم. العمر، وبعدين قلنا الهرمون الاستروجين والاندروجين. نعم. استروجين عند النساء والاندروجين عند الرجال. الاستروجين يستمر لعند سن 50 بعد انقطاع الدوره بيقل، يؤدي الى هشاشه. نعم. في العظام. بالرجال اندروجين يستمر حتى السبعينات بيقول الدكتور محمد. نعم. ممكن فعشان هيك بيعانوا اقل من هشاشه. نعم. العظام. مش تفضيلا عليكم، نحن سواسيه. ما حداش يفكر الرجال احسن والنسوان كخه، لا. هلا بيقعد عيب عليهم. انا بقول لك بيزعلوا النسوان بيخربوا بدري وابصر ايش. الرجال بضلوا، لا، في اشياء احنا بنخرب قبلهم فيها كمان، هلا بنقول لكم اياها بالحلقات الجايه ان شاء الله. بس احنا اذا ممكن نرجع للشغلات اللي ممكن تسبب برضه هشاشه العظام، احنا حكينا عن العوامل اللي احنا ما بنقدر نعدلها، في شغلات احنا بنقدر نعدلها. هلا نقطه مهمه اللي هي الوزن. الناس الوزن. الناس بتاخذ فكره انه والله انا وزني زايد عشان هيك صار عندي هشاشه عظام. هلا موضوع هشاشه العظام مختلف زي ما حكينا عن احتكاك المفاصل. احتكاك المفاصل بيصير عند الناس بالوزن. اللي عندهم وزنهم زايد، اوكي، وبالعاده بيكونوا مور اكتيف، يعني هدول الناس بيكونوا نشيطين وبيتحركوا وبيروحوا وبيجوا. اوكي، فنتيجه زياده الاستخدام على المفصل بيصير في احتكاك. يمكن بينما اللي بيلعبوا رياضه وتنس وهي الشغلات ممكن. نعم ممكن. نعم ممكن، عشان هيك لازم يلبسوا احذيه معينه ومناسبه. نعم. لهي الحركه. نعم. بالمقابل هشاشه العظام بالعاده بتصير بالناس النحاف، وبتصير بالناس اللي عايشين احنا بنسميها السيدنتري لايف، اللي هم بيكونوا مرتاحين. يعني ليه؟ شو المبدا فيها؟ المبدا فيها بسيط، انه العظم هو عباره عن نسيج حي، لازم يضل في التكوين تاعه، هدم وبناء. اوكي، هلا الناس اللي بتكون بتتحرك عمليه الهدم والبناء بتصير بصوره مستمره وبصوره منتظمه، فبالتالي العظم بيحافظ على قوامه. يعني انا باجي بتطلع كانه في حدا بيطلع على العظمه الداخل، والله هون بدي اشيل منها وبدي ابني من هون. فهذا من الناس الاكتف. هذا الريموديلنج الطبيعي. نعم، الريموديلنج. نعم، أو اسمه العلمي اعاده التشكيل التهيئ بالعظم. نعم. الطبيعي اللي بيصير. نعم. مع الكبر ومع العمر. نعم. هلا بالنسبه للناس اللي بتكون مرتاحه واللي ما بكون رياضيين، اوكي، هذول بالعاده بكونوا عرضه اكثر من غيرهم لهشاشه العظام. الناس اللي بيكون وزنها قليل بتكون عرضه لهشاشه العظام. اللي وزنها قليل، نعم، هي اللي بتكون عرضه لهشاشه العظام. وزنهم قليل وما بيعملوش رياضه. نعم. هشاشه عظام. فعشان هيك احنا بننصح المرضى او الناس بشكل عام قبل ما يصيروا مرضى بهشاشه العظام انه الرياضه شيء مهم. اها. والحركه شيء مهم جدا. شغله كثير شائعه عندنا بالاردن تحديدا يعني بتؤدي لهشاشه العظام، اللي هي الدخان بانواعه. دخان. لا والله يا دكتور انا ما بدخن بس بارجل. ما هو دخان. ما هو دخان برضه. فالدخان والارجل. قناعة دكتور، معلش بدي اقطعك بس ما انك قلتها وهلا بدي اقولها على العيد، يعني انتم جايين لمرحله الارجل راح تفيعها اليوم. يعني الارجيله والدخان دخان. دخان، واثنيناتهم مؤذيين جدا جدا جدا. نعم. وفيش واحد فيهم احسن من الثاني. نعم. ازفت من بعض الاثنين. نعم. فبطلوا مبررات. والسيجار السيجار نفس الشيء، دخان. نعم. كله دخان. ممكن اكد لكم، هاي طبيبين عم باكدوا لكم معلومه، ما فيش شيء احسن من شيء وشيء اهون من شيء، كله دخان، كله له رواسب. الدخان عشان تشوفوه دخان، هاي حبيبات بسيطه متطايره، هاي الحبيبات بتفوت لجوع او تلتصق بالاكياس. نعم. الهوائيه. نعم. احنا عندنا لا، هذا بقول لك ايش، مفلتر بمي. نعم. وهذا الفلتر ما بيرقط منيح. نعم. والسيجار احسن لانه بيجي طبيعي. نعم. ناتشرال. ناتشرال. نعم. نعم. كله محروق وكله ورق محروق وكله كيماويات. نرجع بس معلش دكتور، بما انه احنا وقفنا شوي خليني اقطعك واخذ هالاتصالات عشان ما ننطر العالم. تفضل معنا اتصال. انت على الهواء. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد محمود. ابراهيم. اهلا ابراهيم. اهلا يا ابراهيم، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. من وين عم تحكينا ابراهيم؟ من وين؟ انا عم احكيك من اربد. اهلا وسهلا فيك، تحياتنا لك ولاهل اربد جميعا.